شنو الشيء اللي ياخذ منك بعدين ينطي؟ حصالة مال الفلوس. ما هو الشيء اللي ياخذ منك بعدين ينطيك؟ شيء ياخذ منك بعدين ينطيك؟ يعني فد شيء مادي له معنى وهو شوي غششين شوي. التفكير؟ نعم. حصالة مال الفلوس؟ شنو الشيء ياخذ منك بعدين ينطيك؟ الشيء اللي ياخذ منك نار. نار. حزورتنا اليوم تقول شنو الشيء ياخذ منك بعدين ينطيك؟ ياخذ منك بعدين ينطيك العمر. شلون العمر؟ العمر ياخذ منك من الوقت. حزورتنا اليوم تقول شنو الشيء ياخذ منك بعدين ينطيك؟ ياخذ مني وبعدين ينطيك. ابويا. ليش ابوك ايش ياخذ منك؟ ايش ياخذ مني وبعدين ينطيني اياه؟ يعني ايش ياخذ منك ابوك؟ التليفون يسحبه مني، يعني ياخذه مني. واكو بعد اشياء ياخذها مني وبعدين ينطيني اياهن. شنو الشيء ياخذ منك بعدين ينطيك؟ شيء ياخذ مني عندي بعدين ينطيني؟ تقدرين تقولين النار تاخذ حطب بعدين تعطيني دفو؟ شنو الشيء ياخذ منك بعدين ينطيك؟ شيء ياخذ منك وبعدين ينطيك؟ اسيتوا كشباب من تطلعون، انتوا هسه كشباب من تطلعون، يعني هسه جيتوا للمول، ما وثقتوا شيء؟ ياخذ منك وبعدين ينطيك. نقول العمل؟